سمعت من الحملة الفرنسية ومن هذه الجريدة جريدة لابريس لادريون عندنا هذا الخبر طبعا المتعلق بنفس الوباء الذي تحدثنا عنه طبعا يتعلق الأمر بكوفيد 19 أبخي الفاكسن une pilule anti-COVID-19 en pharmacie. Après le vaccin, une pilule anti-COVID-19 en pharmacie. Et dans le bas de l'écart, une pilule, il doit être une capsule anti-COVID-19 d'aide COVID-19 en pharmacie. Il y a un tout jeu de caribin et à sa valia. Au début de la pandémie, et donc l'idée est le peu, le financement. Et là, on cherche. Et donc, il y a un témoignage. Pas un témoignage, mais un ajoubert. Un ajoubert, mais d'abord, le lead, un virus. Elle ne sait pas le peu. Au début de la pandémie, et l'idée est le peu, le financement. Et la recherche, et donc, il y a un témoignage, ou un ajoubert, se sont concentrés et de vouloir tracaser sur le développement du vaccin. Et donc, vous avez l'air, tenma terkizu ala tatouir liqahat, expliquant en partie, mufassiratin fi janib, ou mufassiratin fi juz ilmina, نتكلم عن الأبحاث والتمرينات لو طابخي pour mettre au point des antiviraux contre le coronavirus شريحة كما نقول في جزء منا لو طابخي إذا نتكلم عن التأخير الذي أخذ التأخير الذي تم بمعنى آخر pour mettre au point des antiviraux من أجل وضعهم au point كما نقول في النقطة مقصود من أجل التركيز على مضادات الفيروس contre le coronavirus ضد فيروس كورونا إذن expliquons en partie le retard pris pour mettre au point des antiviraux contre le coronavirus طبعا في بداية الأمر أنه يتم التركيز على إيجاد لقاحات وقد لاحظنا بأنه كان هناك بعض التأخير من أجل إيجاد هذا اللقاح المضاد لضد الفيروسات ثم عندنا هنا واشنطن لي فارماسي كونترون اي بيانتو سور لوز ايتاجير دي بوان دو ميديكامون انتي كوفيد 19 اذا بواشنطن لي فارماسي كونترون بيانتو سور لوز ايتاجير دي بوان دو ميديكامون انتي كوفيد 19 اذا هل الصيدليات هل تحسب الصيدليات المقصود هنا هل تبرمج الصيدليات هل تنوي الصيدليات بمعنى اخر بيانتو يعني قريبا sur leurs étagères à la refoufia des boîtes de médicaments anti-COVID-19 هل تعد على رفوفها غلبا للأدوية مضادة لكوفيد-19 après les vaccins les entreprises pharmaceutiques sont sur les rangs pour développer un traitement à avaler simplement chez soi après les vaccins et d'un bas de l'éclat Les entreprises pharmaceutiques sont sur les rangs. Sont sur les rangs. Comment on appelle via à la saf? Comment on appelle annaha à la qadam al wasaq? Anna tajri, anna tusari al waqt limana akhar. Pour développer un traitement à avaler simplement chez soi. من أجل تطوير علاجين أأفالي أأفالي للبلع طبعا اللفظ أفالي مقصود به فعل ابتلع أو فعل بلع sont sur les rangs pour développer un traitement à avaler simplement chez soi إذا هي تسارع الوقت من أجل تطوير علاج للبلع simplement chez soi ببساطة عند الإنسان المقصود أن الإنسان يأخذه في منزله بدون الذهاب إلى المستشفى avec un grand verre d'eau مع كأس كبير من الماء en cas d'apparition de symptômes في حالة ظهور أعراض إذا عندما تظهر للإنسان أعراض
متعلق بكوفيد 19 إذا يمكن أن الإنسان يأخذ فقط أدوية يبلعها مع كأس كبير من الماء طبعا حسب هذه الجريدة. كاه ميم سيلفانيا بخيرونيغ كوديريغ المقصود به هنا لأنه ميم سيلف رغم أنه يتوجب ميب خيرونيغ بأن تترقب شيئا وتحرص طبعا من بعيد على عدم الوقوع في المشكلة. كوديريغ بدل أن تعالج المقصود به هنا الوقاية خير من العلاج. كغمان سيلبوني بخيرونيغ كما نقول بأن يتوجب أحسن بخيرونيغ كما نقول أنك تتقي شيئا بخيرونيغ بأن لا تكون ضحية مشكل. كوديريغ بدل أن تعالج بخيرونيغ أنك تتنبأ بشيء قبل الحصول. ديغيغ المقصود بأنك تعالج المقصود هنا بأن الإنسان من الأحسن له بأن يتجنب الوقوع في مشاكل بدل الوقوع فيها ثم البحث عن العلاج. كما يقوله المثل طبعا نتكلم عن المثل الذي يقول الوقاية خير من العلاج. إذا هنا عندنا كغمان رغم أن هناك مثلا يقول الوقاية خير من العلاج كما يقول مثل فمعرفة العلاج تبقى أساسية بمعنى آخر العبارة تعني حقيقة بأن الوقاية هي خير من العلاج لكن هذا لا ينفي أن نعرف كيف لنا أن نتعالج إذا وقعنا في مشكل. Plusieurs années seront nécessaires afin que le vaccin soit disponible partout. Et plusieurs années seront nécessaires. Le vaccin soit disponible partout. متوفرة بارتو في كل مكان. إذا المقصود هنا لكي تتوفر اللقاحات في كل مكان هذا يلزمه عدة سنوات. ورغم أنه في حالة انتشارها بشكل واسع نتكلم عن اللقاحات رغم أنه في حالة توفر وانتشار هذا اللقاح فسيكون في الأيام القادمة أشخاص يرفضون وخزة الإبرة. Un très petit nombre de personnes vaccinées tombent malgré tout malade. Un très petit nombre de personnes vaccinées tombent malgré tout malade. وفي النهاية سيكون هناك عدد قليل من الأشخاص فاكسيني الملقحين طب يسقطون ما يجعلتو رغم كل شيء المقصود هنا فسيكون هناك أشخاص رغم تلقيحهم سيكون هناك بعض الأشخاص بعدد أقل هؤلاء الأشخاص سيسقطون مرضى بنفس الفيروس ما يجعلتو يعني رغم كل شيء رغم التلقيحات. طبعا في هذه الحالة إذا سيلجأون لهاد الكبسولات. كان واحد الكلام مازال مسترسلا إذا نكتفي بد الخبر وإلى لقاء قادم بإذن الله.